هذا سائل يقول: ذكرتم وفقكم الله أن الصلاة عند القبر محرمة، فهل هذا يشمل الصلاة على الجنازة؟ لا، يجوز الصلاة على الجنازة في المقبرة، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة على الجنازة لا بأس بها في المقبرة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما حكم زيارة القبور أسبوعيا للعظة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما دفنوا المرأة التي تقوم المسجد النبوي دفنوها في الليل، فقدها الرسول، سأل عنها، قالوا: يا رسول الله إنها ماتت في الليل. قال: هلا آذنتموني؟ ثم أمر من يدله على قبرها، فذهب وصلى على قبرها عليه الصلاة والسلام، ذهب وصلى على قبرها. نعم.